حين نسترد استقلالنا الاقتصادي 100%. عند ذلك نقول تحيا الجزائر وان تو تري فيفا لاجيري. أما أننا نعيش الآن وهماً يا سبحان الله نهضروا مع أخواننا الجزائريين نقول لهم ثروات بلادكم كثيرة جداً فهمهم أو يحيى باللي احنا بلد فقير ونهار اللي يتكلم مزدور على الفوسفات يأتي هو فيما بعد ويقول عندنا قرن من الاحتياطي من الفوسفات بحجم معين. نعم عندنا أكثر من قرن ورغم عن أنفك وأنف الذين باعوا البلاد نستطيع أن يكون هنالك ثروات أخرى. أنا لم أتحدث عن الليثيوم ولم أتحدث عن الزنك ولم أتحدث عن التونغستان ولم أتحدث عن ثروات كثيرة عن الكوبالت ولم أتحدث عن الأتربة النادرة وسأظل أتحدث عن ثروات الشعب الجزائري عن ثروات بلادي حتى لا يخطفها الخوانة.